بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الخريجين الأبطال والخريجات الجميلات، نجوم هذا الحفل البهيج، إخواني أعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية، أولياء الأمور الكرام، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير ونجاح وسعادة وتميز، كل عام ومدرستنا ترتقي نحو المعالي. بحمد الله وفضله، ها نحن قد وصلنا لنهاية العام الدراسي الثالث وتخريج الدفعة الثالثة من طلاب الروضة الثانية، الذين عاشوا العام الثاني من حياتهم في العلم والتحصيل والتربية واللعب والترفيه والدراسة والمذاكرة والواجبات والأنشطة المختلفة في رحاب مدرستهم، مدرسة النور الدولية التي رفعت شعارها علم يرفع وأدب ينفع، والتي تتشرف اليوم أن هذه الثلة المتميزة هم خريجوها الذين سنرى منهم في المستقبل بإذن الله تعالى صناع المجد وفرسان المستقبل لبناء حياة مزدهرة في الدنيا تقودهم بعد ذلك لجنات تجري من تحتها الأنهار فيجمع بين الدنيا والآخرة. وأنا أقف اليوم نيابة عن والدي الأستاذ وضاح الشعبي رئيس مجلس الإدارة ومؤسس هذا الصرح المبارك، والذي لم يستطع الحضور معنا بجسده لكنه حاضر معنا بروحه ودعواته وتبريكاته لكم ولأهاليكم الكرام، ويوصيكم وصية أب وشيخ ناصح بالاستمرار في الاستثمار في أبنائكم، فهم أغلى وأهم استثمار في الحاضر والمستقبل، لتكون حياتهم مؤسسة على حياة العلم والتعلم والجد والاجتهاد، مع المحافظة على الهوية الإسلامية واللغة العربية وبر الوالدين وصلة الأرحام ونفع المجتمع والتحلي بالأخلاق الكريمة والسعي المستمر نحو التميز والنجاح وتحقيق أعلى المراتب، لنثبت للعالم أجمع أن المسلم قادر على أن يكون في أعلى الدرجات علمياً ومهنياً وأخلاقياً. ومن تعب اليوم أو ومن تعب اليوم قليلاً طالباً وأباً وأماً فسيرتاح في الغد كثيراً. والعالم اليوم لا يعترف بالضعيف والفاشل والمتواضع في إمكانياته ومهاراته، وإياكم أن تتساهلوا أو تتوقفوا في هذا المشوار إلا بحصولهم على درجة الدكتوراه مع امتلاك مهارة الحديث بلغتين أو أكثر والقدرة على قراءة القرآن الكريم بإتقان، ليكونوا حجة لكم لا عليكم يوم القيامة، وحينها سيعيشون حياتهم ناجحين وموفقين بإذن الله، وسيكونون سبباً لكم إلى جنات النعيم. ولا ننسى أيضاً توجيه كلمات الشكر والتقدير ودعوات الخير لجميع المعلمات والأخوات اللاتي اهتممن بالطلاب والطالبات حتى أوصلوهم إلى هذه المحطة المهمة واللحظات الجميلة من حياة الخريجين، والمعلمة هي أم ثانية. كما نشكر جميع موظفي المدرسة الذين ساهموا بتعاونهم في الوصول لنهاية هذا العام الدراسي بمستوى مرض والحمد لله رغم الصعاب الكثيرة، متمنين ومنتظرين منهم عقد العزم على أن يكون العام القادم أفضل وأفضل إن شاء الله تعالى. مبارك مرة أخرى لطلابنا وطالباتنا، ومبارك لعائلاتهم الكريمة، ومبارك لمعلماتهم وبقية موظفات قسم الروضة، ومبارك لجميع الموظفين في مدرستنا الحبيبة. وليكن راسخاً في أذهان الجميع أن النور ستبقى بإذن الله تعالى على عهدها ورسالتها وقيمها، علم يرفع وأدب ينفع، لنصنع جيلاً يبني الدنيا دون أن يهدم الآخرة، لأن التعليم أمانة ورسالة عالية المكانة،
نجمع بين الأصالة والمعاصرة، ونستفيد من غيرنا لبناء الأجيال دون أن نذوب في الأوحال، كما يقولها الوالد حفظه الله دائماً ويكررها على مسامعنا ومسامع الموظفين، لنكون حملة الرسالة التي تخدم الإسلام ولا تستخدمه. نسأل الله دوام العون والتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدى كل شيء، عدى كل شيء.